Hello everyone, our lesson today is double and triple. عنا اليوم كلمتين جداد اللي هن double والtriple. أنا لما نقول double يعني بدي أضرب الرقم باثنين، لما أقول triple يعني بدي أضرب الرقم بثلاثة. يعني أنا لما بدي أطلع double لرقم معين لازم أضرب هذا الرقم times two، ولما أنا بدي أطلع triple لنمبر لازم أضرب هذا الرقم بثري. إذن to find the double of a certain number لحتى أنا أطلع الدبل لرقم we multiply it by 2 لازم نضربه باثنين. For example the double of 4 أنا عم بقول double يعني double of double يعني times 2 double للمين؟ للفور يعني الفور بدي أضربه 4 times 2 4 times 2 equal 8 معناها ال 8 is the double of 4. Double of 6 double يعني times 2 بدي طلع الدبل لل 6 معناها 6 لازم اضربها 6 times 2 6 times 2 equal 12 معناها الدبل of 6 is 12. double of 10 double يعني times 2 يعني 10 times 2 10 times 2 equal 20 معناها الدبل of 10 is 20 او بطريقة تانية منقول 20 is the double of 10. هلا الدبل قلنا تايمز 2، بالنسبة للتريبل التريبل تايمز 3، يعني أنا إذا بدي أطلع تريبل لأي رقم لازم أضرب هذا الرقم بثري. To find the triple of a certain number إذا أنا بدي أطلع التريبل لرقم معين we multiply it by 3 لازم نضربه بثري. For example the triple of 4 triple يعني تايمز 3 triple للمين؟ للفور يعني الفور مضروبة بثري 4 times 3 equal 12 معناها 12 is the triple of 4 12 is the double of 6 12 is the triple of 4 triple of 7 يعني 7 بدي أضربها ب 3 7 times 3 equal 21 معناها 21 is the triple of 7 triple of 3 معناها الرقم 3 أنا بما أني عم بطلع له التريبل يعني بدي أضربه كمان ب 3 3 times 3 equal 9 معناها 9 is the triple of 3 معناها أنا إذا بدي أطلع الدبل لرقم لازم أضربه باثنين، إذا بدي أطلع التريبل لرقم لازم أضربه بثلاثة. طيب إذا بيجي السؤال بطريقة بالعكس، يعني مثلاً 18 is the double of، هو عطيني الـ 18 عطيني الرقم بس بدي أعرف هو الدبل لأي رقم. فأنا شو بقول؟ بما إنه هو عم بيقول لي دبل معناها أنا كنت ضاربه باثنين، طيب شو الرقم اللي بضربه باثنين بيطلع 18؟ 2 times 9 equal 18 معناها ال 18 هي double ل 9 18 هي double ل 9 24 is the triple of ال 24 is the triple إلى أي رقم ال 24 هي triple لأي رقم فأنا بما أني عم بشوف triple معناها طيب ال 24 شو الرقم اللي بضربه ب 3 بيطلع 24 3 times 8 equal 24 معناها ال 24 is the triple of 8. Thank you for watching. Study well.